اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. طلاب قسم الاعلام في كليه الاداب جامعه الزقازيق عملوا مشروع تخرج مبهج اسمه الخواجه مصري. المشروع ده عباره عن فيلم وثائقي بيعرض حكايات اجانب كانوا في زياره لمصر لكنهم قرروا ان هم يكملوا حياتهم في مصر وما يرجعوش بلادهم تاني. الخواجة مصري مشروع تخرج لطلبة جامعة الزقازيق في كلية أداب إعلام قسم إذاعة وتلفزيون. فيلم وثائقي من الوثائقيات المبهجة اللي ممكن تتشاف في الفترة الأخيرة وتبسط كل اللي هيتفرج عليها. الفيلم هتشوف فيه مصر من زاوية مختلفة وجديدة. الفيلم بيعرض حكايات أجانب أقاموا وعاشوا في مصر لسنين طويلة. القصة معاهم بدأت بزيارة وانتهت بقرار منهم بتكملة حياتهم في البلد اللي ارتبطوا بيها وبثقافتها وتاريخها. الفيلم موجود فيه قصة الإيطالية أرمينيا كامل المدير الفني للباليه في الأوبرا والمقيمة في مصر من 30 سنة. هتشوف كمان في الفيلم السيدة الألمانية أنجلا هوفمان المهندسة الزراعية اللي قعدت في الشرقية من 40 سنة علشان حبت الحياة وشغالة دلوقتي في الزراعة العضوية بتعلم الفلاحين أصول الزراعة الحديثة اللي تعلمتها في ألمانيا. أنا شايفة مصر بلد جميلة جداً وفيها ناس جمال جداً. ولو رحت الصعيد هتتعرف على البريطاني براين فيلن الأجنبي المقيم في قرية البعيرات من 16 سنة وشغال فنان تشكيلي وبيبرز دايماً في رسوماته الفن المصري القديم. كده هنا الناس كل مصري الأم الدنيا وده مزبوط. أنا في الكعبي أنا سمع. كمان اليونانية ليليان عيسى صاحبة محل خاموس أشهر حلواني في اسكندرية واللي جت اسكندرية بعد هجرتها لكندا بسبب عشقها لمصر. أنا بحب مصر وبحب المصريين ومحدش بيحسسني إن أنا غريبة، يعني أنا ده مكاني. صناع الفيلم من الطلبة الشباب حبوا يسلطوا الضوء على جمال بلدنا وعلى سحرها وعظمتها، على ضيوفها اللي بقوا من أهلها بعد ما شافوا فيها الأمان والاطمئنان والدفى في وسط ناسها.